السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، شخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدارجة بشعار عاش المغرب لا عاش من خان ولا غالب إلا الله، والصحراء مغربية رغم كيد الحاقدين. نمر إلى أبرز العناوين. مفاجأة وراء تأجيل القمة العربية بالجزائر، مصادر دبلوماسية. إسبانيا تستغل أزمة أوكرانيا للضغط على المملكة المغربية. رايان اير تفضح كذب الإعلام الجزائري وتعلن البرنامج الصيفي من وإلى المغرب. منعهم من الصيد في المياه المغربية، الرعب يصيب الصيادين الإسبان. المغرب وإسرائيل يتوصلان إلى اتفاق تاريخي في مجال الرياضة. انتظرت حدوث أزمة في المغرب بسببه. الغاز يخرج عائلة بولاية شلفة الجزائرية للإحتجاج. حزب اليسار الألماني قلق من المغرب لهذا السبب. أمريكا تدخل على خط تجنيد الصنادلية للأطفال في مخيمات الدل والغبرة والعجاجة. الاتحاد الأوروبي يصدم الإسبان سبت ومليلية مغربيتان. نهاية إبراهيم غالي. الجزائر تنقلب على زعيم جبهة صندلستان. الملك محمد السادس يعاقب فرنسا ورئيسها ماكرون بهذه الخطوة القوية بسبب الصحراء المغربية. مرحبا بكم إخواني الكرام من جديد. يبدو أن محاولة النظام العسكري الدكتاتوري العجوز إقحام قضية الصحراء المغربية وما يسميها دعم الشعب الصحراوي في القمة العربية التي كانت من المرتقب أن تحتضن الجزائر هي السبب وراء تأجيل هذه القمة إلى أجل غير مسمى. وفي هذا الإطار كشفت مصادر دبلوماسية مصرية وأخرى عربية في القاهرة تتحدث للعربية الجديدة كواليس ما وصفته بالمأزق الذي تواجهه القمة العربية التي كانت مقررة في الجزائر في مارس المقبل قبل الإعلان عن تأجيلها. وأوضحت المصادر الدبلوماسية التي لم يكشف الصحفي عن هويتها وفق أشكين أن الجزائر تريد قمة عربية ناجحة بحضور رؤساء دول وملوك وأمراء وليس وزراء خارجية، وتخشى من أن ذلك لن يحدث بسبب إشكالية الصحراء المغربية، وهي نقطة الخلاف المطروحة الأبرز، وبالتالي أعلن عن تأجيل القمة. وأشارت المصادر المذكورة أن دول الخليج كتكتل داخل الجامعة العربية لن تفشل المغرب في مواجهة الجزائر بالنظر إلى تحالف بعض هذه الدول مع المملكة المغربية الشريفة، مشددة على أن هذا الملف، أقصد ملف الصحراء المغربية، هو الذي كان وراء إعلان تأجيل القمة المرتقبة بالجزائر. الصحيفة ذاتها أكدت أن الجزائر لم تعد متحمسة لاستقبال القمة بعد فشل كافة الجهود في إخراج اجتماع يمكنها من استعراض قوتها الدبلوماسية في وقت تسعى لطرح نفسها على الساحة الإقليمية الراهنة كقوة عربية فاعلة في الإقليم وامتلاكها دبلوماسية قادرة على المساهمة في التوصل لحلول لأزمات المنطقة. خلال مباحثة بين الجزائر والأمانة العامة للجامعة اتضحت الرغبة في عدم استضافة القمة بشكلها الراهن، تسترسل المصادر نفسها مستدركة ذلك ما أدى إلى التوافق على تأجيل موعد انعقادها بشكل مبدئي على أمل حل بعض هذه الأزمات. وكان مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي قد أعلن في تصريح صحفي أن القمة لن تنعقد قبل شهر رمضان الذي سيحل على الأمة الإسلامية مطلع أبريل المقبل، ما يعني أنه تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى. أعلنت إسبانيا عن مساندتها للولايات المتحدة الأمريكية وحلف الشمال الأطلسي في أزمة أوكرانيا في ظل احتمالية حدوث غزة وروسيا، لكن التقارير أظهرت أن سياسة مدريد تحركها رغبة للضغط على المملكة المغربية والتقرب والحيس الكابا من واشنطن. وأظهرت التقارير بأن وزير الخارجية الإسبانية وعند لقائه بوزير خارجية أمريكا مؤخرا أطلعه على رغبة مدريد باعتماد حلف الشمال الأطلسي نفس المعاملة مع جنوب القارة الأوروبية
كما شرقه. وشددت مدريد في هذا السياق على الحفاظ على مصالحها في كاتالونيا وبخصوص قادية الصحراء المغربية. مساهمة إسبانيا في جهود التصدي لروسيا في أوكرانيا ربطتها بضرورة القيام بنفس الشيء مع المغاربة، مشيرة أساسا لاستخدام الرباط لقضية المهاجرين للضغط عليها، الشيء الذي خلف أزمة دبلوماسية مستمرة لغاية الآن. وتعول مدريد على التقارب مع أمريكا بشكل أكبر لدفع المغرب إلى التراجع عن سياسته الأخيرة، معتبرة بأن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء والدعم الذي حصلت عليه المملكة المغربية من الإدارة الأمريكية كان مساهما في الأزمة الأخيرة جراء ما تصفه بفسح المجال أمام السياسة الأحادية. ورغم هذا التوجه الذي كشفت عنه تقارير إعلامية إسبانية بخصوص اللقاء الإسباني الأمريكي، إلا أن وزير الخارجية الإسباني تمسك في لقاء صحفي بقرب تجاوز الأزمة الدبلوماسية، رغم مطالبة الحكومة المغربية الجانب الإسباني بالوضوح خصوصا في قضية الصحراء الخميس الماضية. أعلنت شركة الطيران رايان إير عن تسيير رحلاتها إلى مراكش ومدن مغربية أخرى كجزء من جدولها الصيفي لسنة 2022، نافية تقارير عن انسحابها المحتمل من السوق المغربية. وذكرت الشركة أنها لا تنوي الانسحاب بشكل نهائي من المغرب اعتبارا من ماي 2022 كما روجت له العديد من وسائل الإعلام الجزائرية. وأعلنت الشركة عن جدوى رحلاتها الصيفية 2022 من ديبلين أيرلندا، والتي تشمل مراكش بالإضافة إلى خط جديد إلى مدينة أكادير. وإجمالا ستدير الشركة نحو 120 وجهة وأكثر من 900 رحلة أسبوعية حسب مواقع متخصصة في هذا المجال. يسود نوع من التوجس والترقب لدى البحارة الإسبان من احتمالية إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وبروكسل. وتتيح اتفاقية الصيد الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ل 128 قاربا أوروبيا بالصيد في المياه المغربية، بما في ذلك 92 قاربا إسبانيا. ورغم ذلك وبسبب عوامل مختلفة، استخدمت إسبانيا فقط ربع الترخيص التي كان لها الحق في الحصول عليه خلال سنتي 2020 و2021 وفق مصادر صحيفة البايس. وتضيف الصحيفة أنه في الربع الأول من عام 2021 تم استخدام 27 رخصة من أصل 92 في المغرب، والربع الثاني 27 أيضا، وفي الربع الثالث 24، أما في الربع الرابع انخفض العدد إلى 17 فقط. وتنشط أغلبية السفن الإسبانية المرخصة للصيد في المياه المغربية والبالغ عددها 92 سفينة في جهة الأندلس، حيث يوجد 47 سفينة راسية في باربانيا وكولينا والجزيرة الخضراء وطريفة، وتليها جزر الكناري برصيد 38، ثم غارسيا ب7. ويقر فرانسوا فيري رئيس أناسيف بأنه تم إلغاء اتفاقية الصيد الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فإن ذلك يعني خيارا أقل للصيد وفقا للصحيفة نفسها، وهناك خيارات قليلة متبقية بحسب ما يؤكد رئيس أناسيف، إن ضياع فرصة الصيد في المياه الصيد الإفريقية أمر سيء للأسطول. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الأوروبية ألغت اتفاقية الصيد والزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 29 شتنبر الماضية على خلفية إدماج للمنتجات الفلاحية والسمكية بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، غير أن بلدان الاتحاد الأوروبي استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية. الاتحاد المغربي لكرة السلة التوصل إلى اتفاق وصفه بالتاريخي مع نظيره الإسرائيلي سيتم توقيعه في شهر مارس المقبل، ويشمل جميع المجالات التعليمية والصحية والرياضية والاجتماعية المرتبطة باللعب. جاء ذلك في بيان للاتحاد المغربي للسلة نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي أول أمس الجمعة، حيث قال أن الاتحاد المغربي لكرة السلة أنه في إطار انفتاحه على المحيط الدولي وتعزيز للدور الذي تلعبه الدبلوماسية الرياضية، فقد توصلت الجامعة مع نظيرها الاتحاد الإسرائيلي لكرة السلة إلى اتفاق تعاون تاريخي يشمل جميع المجالات التعليمية والصحية والرياضية والاجتماعية المرتبطة بكرة السلة. التفاهم جرى التوصل إليه خلال اجتماع عقد عن بعد شارك فيه رئيس الاتحاد المغربي للسلة مصطفى أوراش ونظيره الإسرائيلي أمريام هاليفي.
تشهد الجزائر حاليا احتجاجات في عدد من الولايات المناطق الشمالية التي تعرف موجات برد قارصة في ظل انقطاع الغاز عن المنازل. وسلطت وسائل إعلام جزائرية الضوء على أزمة الغاز في بلد يعد من أكبر منتجي هذا المصدر الطاقي الحيوي من أبرزها بلدية الصبيحة التابعة لولاية شلف، والتي يحتج سكانها على عدم ربطهم بشبكة الغاز الطبيعية المخصصة للتدفئة رغم الوعود الحكومية وتعهدات البلدية، وهو الأمر الذي أكدته جريدة الخبر المقربة من الجيش الجزائري. وتسببت الوعود الكاذبة المقدمة لساكنة المنطقة المذكورة في خروج عدد من الأسر للاحتجاج ضد عدم ربط منازلهم بالغاز، وهي الوعود التي تقدم لهم كل سنة دون أن يتم تفعيلها رغم قساوة الظروف المناخية التي تشهدها تلك المناطق. شكل التقارب الأخير بين الرباط وبرلين مصدر قلق لحزب اليسار الألماني داعم لأطروحة صندلستان، خاصة بعد الموقف الأخير لألمانيا لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وقالت الناطقة الرسمية باسم المجموعة البرلمانية لحزب اليسار الألمانية سيفيم داكالين أن حكومة بلادها مطالبة بإعادة النظر في موقفها الأخير بشأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وتعتبر كادالينك أن الخطة التي يحول المغرب فرضها على صندلستان والتي تحظى الآن بدعم الحكومة الألمانية لا تساهم في دعم أطروحة جبهة صندلستان. وبخصوص الموقف الألماني الحالي من تسوية النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، أكدت داكالين أن الحكومة الحالية لا تمارس أي ضغط يذكر على المغرب، مشيرة أنها تعبر عن أسفها لتراجع الموقف الألماني بعد أن حذفت الحكومة الحالية كل انتقاد للمغرب من الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الفيدرالية. وتوجت التطورات الأخيرة الإيجابية في العلاقات بين الرباط وبرلين برسالة من الرئيس الألماني إلى الملك محمد السادس بمناسبة حلول السنة الجديدة 2022، التحول الذي من شأنه أن يطوي صفحة الخلاف ويفتح أخرى جديدة قائمة على التعاون والشراكة الموسعة. نددت منظمة تشين دي تشيلدرون انترناشونال الغير حكومية الأمريكية أمس السبت بتجنيد وتوظيف الأطفال من طرف ميليشيات الصناتلية الانفصالية بمخيمات الدل والغبرة والعجاجة. وأكدت رئيسة المنظمة الغير حكومية نانسي هوف أن منظمة تشين دي تشيلدرون انترناشونال تواصل وقوفها إلى جانب أولئك الذين يلجأون إلى الهيئات الأممية لحقوق الإنسان للتنديد بالصناتلية لتوظيفها واستخدامها للأطفال كجنود في مخيمات الدل والغبرة والعجاجة فوق الأراضي المغربية المحتلة. وأشارت المنظمة في بيان صحفي إن ميليشيات الصنادلية تعمل من دون أي عقاب على غسل أدمغة الأطفال في هذه المخيمات. وقالت السيدة هوف باعتبار زرت مخيمات الدل والغبرة والعجاجة في عدة مناسبات فقد وقفت عن كتب على ما يتعرض له الأطفال هناك من غسيل للدماغ من طرف الصنادلية، مشيرة إلى أنه يتم تلقين هؤلاء الأطفال كراهية أي شخص أو طرف يعارضهم. وأضافت رئيسة تشينت دو تشيلدرون انترناشونال أنه ليس من المستغرب أن تجند الصناديق هؤلاء الأطفال لأنها منظمة شبه إرهابية. قال الصحفي مصطفى العسري في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن إسبانيا سلطات الاحتلال في سبتة ومليلية تناشدان وتتوسلان الاتحاد الأوروبي وتتهم المغرب بمحاصرة المدينتين بمشاريع اقتصادية قوية وعملاقة على حدودهما دون التنسيق معهما في تدخل سافر في شؤون الداخلية للمملكة المغربية. وأضاف أن معهد أبحاث أمني في إسبانيا طلب من الاتحاد الأوروبي دعم موقف مدريد ضد الرباط في مدينتي سبتة ومليلية خاصة بعد الخطوات المغربية القوية خلال العامين الماضيين. هذا وأضاف أنه هذه الخطوات أنهت التجارة الغير نظامية بين حدود المحتلة وبقية التراب المغربية قبل أن تأتي جائحة كورونا وتزيد الوضع تأزما بإغلاق تام. ولا تواجه إسبانيا الموقف المغربي وحدها، بل هناك بضعة مناصرين لها داخل الاتحاد الأوروبي، لكن غالبية الأصوات داخل ذات الاتحاد لا تعتبر سبتة ومليلية على التراب الإسباني وأنهما مغربيتان حسب المصدر نفسه.
أصبحت أيام إبراهيم رخيصة على رأس جبهات صندلستان معدودة، حيث شرع الراعي الرسمي لهذه الميليشيات وصنيعها النظام العسكري الديكتاتوري الجزائري العجوز في البحث عن خليفة محتمل لها. وحسب ما نشرته مجلة جون أفريكا الدائعة الصيت، فإن الحاكم الفعلي للجزائر رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد خان الزريحة يعمل على اختيار خلفاء محتملين لإبراهيم رخيصة، وجميع من فكر بهم هم من جبهات صندلستان، ومن بينهم عبد الله الحبيب الذي توفي متأثرا بكوفيد 19 في غش من العام 2021. ذات المجلة أوضحت أن الحبيب كان قد دعا إلى تمديد الكفاح المسلح على التراب المغربية، وقبل وفاته تم خفض رتبته بسبب انفصاله عن إبراهيم رخيصة، حيث انتقل من وزارة الدفاع إلى وزارة التوثيق، ولم يقبل بمهامه الجديدة إلا بعد تدخل المسؤولين الجزائريين في وساطة طويلة. المرشحان الآخران حسب ذات الجريدة لقائد الجيش الجزائري الجنرال خان زريحة، واللذان ما يزالان على قيد الحياة حسب جون أفريكا، هما عبد القادر الطالب عمر الذي يعد من أشد المناصرين لخيار الحرب، ومحمد الأمين ود البهالي رئيس ميليشيات الاحتياط الذي يدعو إلى رد أقوى ضد المغرب. المشكل في الطالب عمر، تضيف ذات المجلة، هو أنه ينتمي إلى قبيلة أقلية في الصحراء، وهي قبيلة ولاد ديلي المعروفة بماضيها اللا احتجاجية، بينما تعرض ود البهالي لصيحات استهجان من قبل جميع القبائل. تتوالى الأخبار عن اكتشاف آبار الغاز في المملكة المغربية خلال الأشهر والأسابيع القليلة الماضية، وحسب أسبوعية الأيام فإن هذا المستجد يطرح مجموعة من التغيرات على المستوى الجيوسياسي والاستراتيجي للمملكة المغربية الشريفة، وتحديد خارطة علاقات المغرب السياسية والاقتصادية في المستقبل. فعلى مستوى التنقيب، قال خالد الشيات محلل سياسي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوسطى، إنه بناء على جنسية الشركات التي منحها المغرب الأولوية في التنقيب وهي في غالبيتها بريطانية، يظهر حجم التراجع الكبير لدور دول وسط القارة الأوروبية وعلى رأسها فرنسا. وأضاف الخبير أن غياب باريس مؤشر على أن المغرب ماض في تنفيذ وعيده بخصوص الدول المترددة في الاعتراف الصريح بسيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها بما فيها الصحراء المغربية، إذ كانت فرنسا إحدى الدول المعنية بشكل واضح بهذا الأمر الذي ورد في خطاب قوي وصريح لعاهل البلاد. إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة مساء أو غد إن شاء الله.